السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الزراعي، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة. معكم الدكتورة نشوى سمير، صناعات غذائية تعليم زراعي وزارة التربية والتعليم. النهاردة إن شاء الله الحلقة بتاعتنا هتبقى حلقة حاجة اسمها بعملة زي سيناريو تعليمي للمنهج أو لمادة تعليمية إحنا بنديها في قسم الصناعات. إحنا عارفين إن التعليم الزراعي في عندنا تخصصات كتيرة جدا، عندنا التخصص اللي هو الصناعات الغذائية، في عندنا الإنتاج الحيواني، في عندنا الحاصلات البستانية، في عندنا الميكنة الزراعية استصلاح. طبعا أنا هتكلم على الجزء الخاص بالصناعات الغذائية، مش هاخد الصناعات الغذائية كلها، لا هاخد فرع من فروع المادة اللي هي بتدرس في الصف الثاني. الصف الأول إحنا بناخد مادة اسمها مادة الصناعات الزراعية، ودي تشمل الصف الأول. الصف الثاني بمجرد إن الطالب يبتدي يتخصص يبقى تصنيع غذائي، يبتدي ياخد 4 فروع من في التصنيع، مواد بقسم الصناعات. مادة الصناعات الغذائية، مادة العجائن، مادة المستخلصات، مادة تكنولوجيا المخابز والمصانع. دي 4 حاجات أو 4 فروع الطالب بيدرسها عندنا، مواد كلها شيقة، كلها متعلقة بالحياة في الحياة العملية. إن شاء الله النهاردة هتكلم عن مادة الصناعات الغذائية للصف الثاني. هتكلم عن إيه هي أهداف المادة، إيه هي الوحدات اللي المفروض الطالب ياخدها، قد إيه نظام الامتحان بيكون فيها، قد إيه نظام التقييم بيكون إيه. طبعا قبل ما ابتدي في ان اتكلم على الماده بتاعت الصف الثاني، في كده نقطه انا عايزه اقولها لابناء الطلبه، ان تملي الطالب عايز يذاكر الماده صح لابد ان هو يبقى عنده النيه ان هو فعلا عاوز يتعلم. اول حاجه لازم ان هو ينظم وقته، ينظم الوقت بتاعه كويس ويحدده بمده معينه او بفتره زمنيه معينه، بحيث انه يقول ان هو هيذاكر الماده دي من الساعه كذا للساعه كذا، في بريك، في يبتدي ينظم على اساس ان هي الجدول او اللي هو هيعمله هي دي الخطه اللي هيبتدي يمشي عليها صح. بعد كده بيبتدي ياخد الماده العلميه او اي درس هو بياخده، يبتدي يلخصه. بمعنى ايه؟ انا بحب دملي ان الطالب يعمل حاجه اسمها الخريطه الذهنيه. الخريطة الذهنية إن هو ياخد الدرس ويبتدي يلخصه، ويبتدي يجيب النقط المهمة في هذا الدرس في صورة سين وجيم، ويعملها في صورة أشكال هندسية، في صورة شكل وردة، شكل ورق شجر، يبتدي يقسم المعلومة بالطريقة دي، بحيث إنه يبتدي ذهنه يستحضر يقول مثلا إيه المادة دي، السؤال ده كان معمول بالشكل ده، فهيبتدي يذاكر بسرعة وهيبتدي قوة الاستيعاب بتاعته كويسة. برضو الطالب لابد انه يهيئ المكان المناسب للشغل بتاعه. الطالب لما بيكون قاعد في مكان مهيئ انه يذاكر فيه بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن اي مصدر للازعاج، هتبص تلاقي بيتقن المذاكره كويس والمحصله بتاعته بتبقى ممتازه جدا. انا بقول الكلام ده لابناء الطلبه علشان في بعض الطلبه بيبقوا جايين بيسالوني انا ما بعرفش اذاكر، ما بعرفش اعمل ايه. سهل، المذاكره مش عقاب، لا ده انت ممكن تعمل لنفسك جو وتهيئ لنفسك جو كويس جدا بحيث ان انت تبتدي تذاكر بتركيز. طبعا انا اهم من ده كله ان الطلبه، ابناء الطلبه، يبقى التغذيه بتاعتهم سليمه جدا، لان التغذيه اساسها يعني المكونات الغذائيه بتاعته بتكون كويسه عشان الطالب يستذكر صح ويبتدي تبقى البنيه بتاعته صح، بحيث ان هو يعرف ان هو يذاكر ويركز وما يقولش انا بنسى. ومن هنا جت ماده الصناعات الغذائيه، الصناعات الغذائيه اللي هو بتاع الصف الثاني، تبص تلاقي كله متعلق بحاجات ونصائح، ماده لذيذه، ماده دمها خفيف، فهتلاقي حاجات هتستفيد منها كتير قوي في حياتنا. اول حاجه كده هبتدي اقول ناخد بقى كده الشريحه الاولانيه اللي هو بيقول ازاي بتذاكر. اول حاجه طريقه المذاكره، اول حاجه انت بتنظم الوقت، رقم 2 ان انت بتحدد وقت المذاكره، ان انت رقم 3 ان انت بتختار المكان المناسب للمذاكره. طب تعالى دلوقتي نبتدي نعرف ايه هي هدف مقرر الصناعات الغذائيه. هدف مقرر الصناعات الغذائيه، الهدف العام للصناعات الغذائيه هو عباره عن ايه؟ اول حاجه اكساب الطالب قدر من المعرفه في كل مكان، في كل من ايه. خلي بالك انا هقول هدف عام وبعد كده هبتدي ادخل على وحده وحده واقول ايه الهدف العام والجزء المعرفي والمهاري ان المفروض الطالب يتقنه علشان خاطر يبتدي يعرض الماده صح او يذاكر الماده بطريقه صحيحه. طيب أول حاجة
هنيجي نعرف كده نقول تعريف الطالب، أول هدف تعريف الطالب بأهمية الغذاء والتغذية، دي أول حاجة. يبقى أول هدف من أهداف مادة الصناعات الغذائية رقم واحد تعريف الطالب بأهمية الغذاء والتغذية. تاني حاجة طبعا إن احنا هنقول تعريف الطالب بكيفية إنتاج الأغذية الشعبية بجودة عالية، هياخد وحدة من الوحدات فيها الأغذية الشعبية إزاي ينتجها وإزاي بجودة عالية وإيه فايدتها وإزاي يعمل وجبة غذائية متكاملة منها. برضو من ضمن الحاجات إن هو هيبتدي يعرف ازاي يحط برامج بالناحية الصحية للمصنع والقائمين على التصنيع، ودي حاجة مهمة جدا، حاجة خاصة بالممارسات التصنيعية والجيدة. طيب هنيجي دلوقتي وكمان هنقول اكساب الطالب خبراته ومهارات انتاج الشراب الطبيعي والشراب الصناعي، ده برضو هيكون في المنهج بتاع الصف الثاني. فيها كمان عندك اللي هي اكساب الطالب خبرات في حفظ الأغذية بالتجفيف وبدرجات الحرارة المنخفضة، هيتطرق الجزء ده إن شاء الله، ده هدف عام لما هندخل في جوه الوحدات هنعرف بالتفصيل إيه المقصود بالكلام ده. الوحدة الأولى، احنا بس قبل ما أقول الوحدة الأولى، المنهج عندنا مقسم لست وحدات، تلات وحدات الأولانية بناخدها الفصل الدراسي الأول، وفي عندك التلات وحدات التانية بناخدها في الفصل الدراسي التاني. الفصل الدراسي الأول اللي هي الوحدة الأولى، أول حاجة بنعملها أهداف الوحدة. الوحدة ليها أهداف، أول حاجة تعريف الطالب بأهمية الغذاء بالنسبة للفرد، لازم الطالب يبقى عارف ومدرك كويس الأكل اللي احنا بناكله ده والغذاء ده إيه أهميته بالنسبة للإنسان. في حاجة تانية، تعريف الطالب بالمجموعات الأغذية وأهمية كل منها في التغذية. طبعا مجموعات الأغذية بتنقسم لحاجات كتيرة جدا، في مجموعة الحبوب، مجموعة اللحوم، مجموعة الألبان، كل نوع من أنواع المجموعات ليها هدف معين بالنسبة لجسم الإنسان. في مثلا عندك زي ما انت شايف في الرسمة كده، في عندنا مغذيات الطاقة اللي هي الدهون، في عندك مغذيات البناء زي اللحوم والألبان والبقوليات، في مغذيات الوقاية زي الخضروات والفواكه، في مغذيات الطاقة زي النشويات والسكريات. إذن احنا قسمنا الهرم الغذائي بالطريقة دي، الطالب هيعرف تماما يعني ايه هرم غذائي وايه هي مجموعات الأغذية وأهمية كل منها في التغذية. في بنعرف الطالب في الوحدة دي برضو الاحتياجات الغذائية للفرد في المراحل السنية المختلفة، في عندك مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة، كل حاجة فيهم بيبتدي يعرف ايه نوعية الأكل المفروض ياكلها عشان خاطر بعد كده اما يجي يعد وجبة غذائية تفي بالاحتياجات الغذائية للإنسان. برضو بنعرف الطالب بالأمراض الناتجة عن النقص الغذائي للعناصر الغذائية المختلفة، نتيجة إن بيحصل نقص في بعض العناصر الغذائية بيصاب الإنسان ببعض الأمراض ناتجة عن هذا النقص، وده هيبقى في المنهج أنواع كتيرة جدا من الأمراض الناتجة عن النقص الغذائي، سواء كان نقصت فيتامينات أو معادن، كل حاجة بيجي النتيجة عندها مرض وبنعرف إيه سببه، وبالتالي بنعرف نعد الوجبة الغذائية عشان خاطر نتفادى هذا العين. طب إحنا دلوقتي في الوحدة دي في كذا حاجة مطلوبة، في عندنا معارف وفي مهارات، في معارف ومهارات. المهارات المقصود بيها الحاجات اللي هيعملها الطالب والمفروض يعملها في المعمل، المعارف اللي هي اللي بتخدم المهارة. أنا عاملة كده في صورة سيناريو تعليمي بحيث إن الطالب يبقى فاهم المنهج بتاع الصف الثاني هيضم إيه بالظبط. في أولا المهارات. طيب المهارات، أول حاجة في المهارة إن الطالب بيجهز وجبة غذائية متكاملة، إزاي الطالب يعد هذه الوجبة بطريقة سليمة تحتوي على كل العناصر الغذائية من خلال، يعني هو أقول له عد وجبة غذائية هيبتدي يعرف يعدها بحيث إنها تكون متكاملة ويعرف إيه فيها إيه المحتويات بتاعتها. برضو من ضمن الحاجات اللي الطالب هيعملها في المهارات ان بيجهز وجبة غذائية منخفضة السعرات. دلوقتي في ناس اللي هو مرضى السكر والناس اللي بتعمل دايت اللي في زيادة الوزن، طبعا هم بيبقوا عايزين محتاجين حاجات منخفضة السعرات الحرارية. الطالب بيبقى عارف يعرف ايه هي المواد الغذائية للسعرات الحرارية بتاعتها بتبقى منخفضة، وبالتالي يعد هذه الوجبة بطريقة سليمة. في بيجهز وجبة غذائية لمريض الكلى،
طبعا احنا عارفين ان مريض الكلى بيبقى مريض يعني الكلى عنده مجهده تماما، فبالتالي بيبعد قدر الامكان عن ايه؟ بيبعد عن البروتينيه، فبيبقى ليه وجبات خاصه معينه. الطالب بتاع الصناعات الغذائيه هيعرف ازاي يعد هذه الوجبه لمريض الكلى. بمناسبه التصنيع الغذائي، في بعد كده لما بيجي يدخل الكليه في حاجه جزء خاص بالتغذيه التخصصيه او التغذيه العلاجيه، دي بتبقى كورس جدا في الجامعه بيبقى مفيد جدا، بحيث ان الطالب بيؤهل ان هو يعرف يعد الوجبات للمريض بطريقه صحيحه. في عندنا كمان يجهز وجبه خاصه للرياضيين، احنا عارفين ان الرياضيين بيبقوا محتاجين طاقة عالية، وبالتالي معظم المواد الغذائية اللي المفروض الرياضيين ياكلوها كلها مواد طاقة، ياكلوا مواد نشوية كتير، ياخدوا سكريات بنسبة عالية علشان خاطر الطاقة يتولد عندهم طاقة تقوم بالنشاط الرياضي اللي هم فيه، لأنه الرياضي ده على طول بيحرق. برضه من ضمن الحاجات انه يميز بين الامراض الناتجه عن نقص التغذيه. يعني ايه يميز بين الامراض الناتجه عن نقص التغذيه؟ بمعنى ان هو لو عارف مثلا لقى لون الجلد متغير يبقى يعرف ان هو عنده نقص في وجبه ايه. لو مثلا عنده عينه ما بيشوفش كويس يبقى هو نقص فيتامين الف اللي هو موجود في الجزر. مثلا لو عنده نزيف في اللثه يبقى هو الوجبه الغذائيه او نقص عنده نقص فيتامين سي، وبالتالي هيعرف من خلال المشاهد اللي بيشوفها قدامه يعرف بالظبط الوجبة الغذائية المفروض تبقى ازاي متكاملة. طيب نشوف كده، شايفين الصفحة دي كده الرياضيين، لو انت شفت كده هتبص تلاقي الوجبة بتاعته فيها لحمة وفيها فواكه وفيها بلح اللي هي البلح المواد السكرية عالية عشان خاطر ايه يديله طاقة، وفيها ايه وفيها رز اهو، الرز ده برضه فيها مواد نشوية والمواد النشوية دي هتديله طاقة عالية، يبقى اذا بيحتوي على نشويات ومواد سكرية بنسبة عالية علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يديله الطاقة. زي ما انتوا شايفين كمان بياكل الفواكه زي التفاح زي العنب، كل الحاجات دي بتبقى للناس الرياضيين اللي هم بيحتاجوا انهم يحرقوا لفترات طويلة. في عندنا وجبة زي وجبة مريض الكلى. وجبة مريض الكلى طبعا هو بيبقى تعبان اساسا، الكلية بتاعته تعبانة، فهو بيبعد تماما عن اي مصادر بروتينية، ما ياكلش لحم حمراء ما ياكلش فراخ، يعني يحاول يقدر امكانه ان هو يعتمد في غذائه على الفواكه، الحاجات والفواكه والخضر، جزر، الحاجات الخضروات والفواكه الطبيعية دي اساسا وجبة مريض الكلى. يبعد تماما عن منتجات الألبان ومن اللحوم بالذات علشان خاطر ربنا يكتب له الشفاء من عنده إن شاء الله. في عندك كمان دلوقتي المعارف اللي بتخدم المهارات، احنا خدنا المهارات دلوقتي ان المفروض الطالب في الوحدة الأولى هياخدها. طيب ايه بقى المعارف اللي بتخدم المهارات دي؟ المفروض الطالب يبقى عارف ايه؟ أول حاجة يبقى معرف يعني ايه كلمة غذاء وتغذية، يعرف المضمون بتاع كلمة غذاء وتغذية، يعني ايه غذاء؟ يعني الإنسان بيعمل ايه؟ وبياكل ليه؟ وده فايدته ايه؟ لازم الطالب يبقى عنده فكرة ودراية بالغذاء والتغذية. عشان كده بقول الطالب لما بيجي يذاكر لابد ان يكون التغذية بتاعته سليمة علشان خاطر يعرف يركز كويس ويبقى البنية بتاعته سليمة. في كمان اللي هي المكونات الأساسية للغذاء. طبعا سبق قبل كده وقلنا ان في مكونات اساسيه للغذاء اللي هي المكونات، مثلا عندك المواد الكربوهيدراتيه، المواد الدهنيه، الدهون، الاملاح المعدنيه، الميه، كل دي اسمها المكونات الاساسيه للماده الغذائيه. المكونات الاساسيه دي كل واحد ليها دور، المواد الكربوهيدراتيه ليها دور، المواد البروتينيه ليها دور. اوعى الانسان يبتدي يحط نفسه يقول يركز على نوع واحد من الأغذية، مواد النشوية يفضل ياكل مواد نشوية يصاب بالسمنة، طب المواد البروتينية برضو غلط عكلها. يبقى إذن لابد أن يكون هناك تنوع في الوجبة الغذائية علشان الإنسان ما يصابش بأي نوع من الأمراض، سواء اللي هي الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. طالب لو يدرس الكلام ده بطريقة صحيحة ويعرف الجسم بيحتاج قد ايه من المواد البروتينيه والمواد الدهنيه والمواد الكربوهيدراتيه كل حاجه، فبالتالي هيعد حويح هيعرف ان هو يعرف التغذيه السليمه ليه. ايه كمان من ضمن الحاجات اللي هو المفروض يعملها؟
تقسيم الأغذية والاحتياجات اليومية منها، يعرف هيشرب قد ايه الاحتياجات، يقسم الغذاء مثلا، انت دلوقتي عندنا مواد دهنيه هياكل منها قد ايه، مواد كربوهيدراتيه هياكل منها قد ايه، بروتين هياكل منه قد ايه، وبالتالي هو دلوقتي عارف الاحتياجات اليوميه ما تزيدش ولا تقل عن كده. برضو الامراض الناتجه عن النقص الغذائي، واحنا عارفين ان معظم الامراض الناتجه عن النقص الغذائي زي ما انتم شايفين كده اهو، اول حاجه الانيميا. طبعا هي في امراض كتيره جدا، بس الامراض الكتيره دي اهمها اللي هو الانيميا اللي هو نقص الحديد، وكتير قوي بيصابوا بيه. ليه؟ هتبص تلاقي بقى نفسك بتشعر بالتعب، تلاقي فيه خفقان في القلب، تلاقي فيه جفاف للشعر والبشره، هتلاقي عندك الصداع، عندك شحوب البشره، صعوبه في التنفس، تورم وحركه اللسان والفم، وضعف الاظافر. شايفين زي ما يكون ايه محطوط، زي يعني هو كده الشحن بتاعه خلص. إذن عشان كده انا بقول لك لازم تاكل كويس، وخصوصا الوجبه الغذائيه تحتوي على عنصر الحديد. يعني الصبح كده تاخد معلقه عسل اسود على الصبح، الكلام ده نسبه الحديد فيها عاليه. تاكل حاجه زي السبانخ، تاكل الكبده، الحاجات دي بتبقى مصدر للحديد علشان ما تصابش بنقص الحديد اللي هي الانيميا والعياذ بالله. خلي بالك لما يكون الانسان عنده نقص انيميا تبص تلاقيه بيشعر بالتعب، وبالتالي تيجي يذاكر تبص تلاقيه ما بيعرفش يذاكر كويس، والقدره على التركيز بتبقى مفقودة خالص نتيجة ان الوجبة الغذائية بتاعته مش مظبوطة. لازم الطالب يحاول قدر امكانه ان هو عنصر الحديد ده عنصر مهم جدا. معظم الطلبة يعني مش كلهم طبعا بيتمني يقول لي انا بشعر بالتعب، انا بشعر بدوخة لما باجي اذاكر، انا بلاقي نفسي مش بركز. الكلام ده معناه ان هو عنده نقص حاجة في العناصر الغذائية. اكتر حاجة بتبقى منتشرة اللي هو نقص الحديد. عشان كده بقول لكم الصبح لازم معلقة العسل الأسود، دي بتبقى ممتازة ممتازة. العسل النحل، الحاجات اللي زي مثلا تشرب بتاع ده، تاكل لحمة، تاكل كبدة، كل الكلام ده بيبقى غني جدا بالحديد، وبالتالي هتلاقي نفسك ان شاء الله باذن الله تركيزك هيبقى عالي جدا، حتى لون بشرتك يبقى كويس، حتى وانت بتذاكر تلاقي نفسك ما بتنساش كويس. دي نصيحه لابناء الطلبه. في حاجات كمان اللي هو الوحده الثانيه بقى. الوحده كده الثانيه فيها كذا حاجه. اهداف الوحده ايه؟ أول حاجة تعريف الطالب بأهمية الأغذية الشعبية. طبعا احنا كلنا عارفين الأغذية الشعبية هي بتبقى أغذية رخيصة الثمن بيتناولها عامة الشعب، ما بينقصهاش غير بعض العناصر الغذائية البسيطة عشان تصبح وجبة غذائية متكاملة. طيب لازم برضو الطالب يعرف كيفية إنتاج هذه الأغذية بجودة عالية وبطريقة سليمة. احنا عندنا صناعة الفول المدمس، صناعة الكشري، صناعة البليلة، كل دي أغذية شعبية في مصر مهمة وكويسة، هي تمنها قليل بس في نفس الوقت وجبة غذائية قيمة جدا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للإنسان. استخدام مواد رخيصة الثمن وذات قيمة غذائية عالية لإنتاج أغذية شعبية ذات قيمة غذائية عالية. يبقى احنا دلوقتي بناخد حاجات رخيصة الثمن، لما نيجي نعمل مثلا طعمية بناخد فول المدشوش والخضرة والبصل والبصل، دي حاجات بسيطة ورخيصة مش غالية. لما تيجي تعمل منها وجبة الطعمية دي كلها فيها خضرة، فيها فيتامينات وأملاح معدنية، وانت بتقلي في الزيت يبقى فيها مواد دهنية، يبقى إذن وانت لو كلت معها كوباية زبادي وكلت سلطة يبقى انت كده عملت وجبة غذائية متكاملة تحتوي على معظم العناصر الغذائية، وبالتالي لا تصاب بسوء تغذية. في دلوقتي المهارات المطلوبة للوحدة، يعني الوحدة دي الطالب المفروض هيعمل فيها ايه؟ الطالب هيعمل حاجات كتيرة قوي. أول حاجة هينتج غذاء شعبي ذات قيمة غذائية عالية زي الفول والطعمية والبليلة. عندنا هيصنع الكشري بجودة عالية، ودي طبعا من أكلات المحبوبة للمصريين، ومعظم الطلبة بيحبوا ياكلوا الكشري دي قوي. في كمان بيصنع الطعمية من مواد غير تقليدية. الكلام ده هياخده فين؟ في المهارات الخاصة بالوحدة التانية. برضو من ضمن الحاجات ان هو هيصنع البليلة، هيعرف أهمية البليلة. طبعا احنا عارفين ان البليلة بتتصنع من القمح، القمح ده بيبقى فيه محتوي على معظم مجموعة فيتامين ب، مجموعة فيتامين ب لها علاقة كويسة جدا بالأعصاب. برضو من ضمن الحاجات البليلة احنا بنستخدم فيها اللبن، اللبن ده مصدر للبروتين، الأحماض الأمينية الأساسية. عندنا كمان بنستخدم فيها السكر، والسكر ده بيدي الطاقة العالية.
كمان بيصنع الفول المدمس بطريقة جيدة. فيه هتاخد طرق تدميس الفول وأفضلهم إيه، وإيه فايدة التدميس، وإيه فايدة عملية النقع الفول قبل عملية التدميس، إيه اللي بيحصل. كل الكلام ده هيتاخد بطريقة جميلة جدا ومشوقة. الوحدة بقى الثالثة، الوحدة الثالثة دي فيها كذا حاجة. طيب أهداف الوحدة الثالثة أن يكون الطالب قادر على، يعني أنت من الوحدة دي هيبقى المفروض أنت هتقدر تعمل كذا حاجة. إيه هي الحاجة؟ أول حاجة معرفة المشاكل الناتجة عن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية في مصانع الأغذية. طبعا إحنا عشان المصنع يتقام بطريقة صحيحة لابد أن يكون هناك اشتراطات صحية في كل حاجة، من أول بناء المصنع لحد عملية الإنتاج وصلات الإنتاج والعامل وكل شيء. هتدرس المشاكل الناتجة عن عدم تقديم عن تطبيق الاشتراطات الصحية في مصانع الأغذية، وضع برامج خاصة بالناحية الصحية للمصنع والقائمين على التصنيع. نهيئك ان انت تعرف ازاي تحط برنامج، وفي برامج كتيرة جدا في المصانع بتتعمل، في منها برامج مقاومة الافات، برامج التنظيف، كل الكلام ده، مقاومة الحشرات، مقاومة القوارض، كل دي اسمها برامج بتتحط للمصنع. في كمان معرفة القوانين الخاصة بمراقبة الأغذية، ودي لابد الطالب يكون ملم بيها عشان يعرف لما يجي يشتغل في مصنع بعد كده يعرف هو بيشتغل ازاي. المهارات اللي المفروض الطالب يكون عارفها في الوحدة دي ايه؟ أول مهارة يوضع برامج صحية مختلفة. يعني ايه؟ يبقى يفكر ان هو يحط برنامج صحي صحي. طبعا احنا هنعرفه ازاي يعمل البرنامج، هنعيشه في بيئة المصنع ونقول له نعمل مثلا لمقاومة القوارض انت هتحتاج ايه وايه وايه، هيبتدي يعرف الاحتياجات بتاعته وبناء عليها هيبتدي يحط خطة هيمشي بيها علشان خاطر يعمل برنامج صحي سليم. في برامج كتيرة جدا، برامج مقاومة الآفات ومقاومة الحشرات ومقاومة وعملية التنظيف نفسها، عملية التنظيف بيبقى ليها برامج، وإن شاء الله هوريكم برنامج لعملية التنظيف إزاي بتتعمل. طالب لما بيعرف الكلام ده وبيعرف الاشتراطات الصحية لمصانع الأغذية هيعرف إن لما يطبق الحاجات دي هيبتدي نحصل على منتج آمن يفي بمواصفات الجودة، ودي حاجة لازم طالب الصناعات الغذائية ومن أساسيات الصناعات الغذائية. في كمان حاجة المفروض الطالب اللي هو يقوم بصناعة الصابون السائل كمنظف. يعني هو دلوقتي عندنا في صناعة الصابون السائل يعرف إيه هي المكونات، وفي درس عملي إزاي صناعة الصابون بنعمله في المعامل، وبالتالي بنديله التقنية الصحيحة وفايدة كل مكون من المكونات عشان هنحصل على الصابون السائل كمنظف. في كمان حاجة تانية، يضع برنامج للنظافة داخل مصانع الأغذية زي ما أنا قلت من قيمة شوية. يستخدم المواد الكيميائية في التنظيف والتطهير داخل مصانع الأغذية. طبعا هيبقى عارف الطالب، هيعرف أنواع المطهرات وأنواع المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف. في حاجات خاصة مثلا لو في عندنا مصانع لحوم ليها مواد كيميائية معينة يتم فيها التنظيف، لو هو شغال في أي مصنع بيبقى عارف من نوع المعدن، إيه المنظف اللي هيتلائم معاه، إزاي هنقضي على الدهون بهذه المواد الكيميائية، وإزاي هيعرف يتخلص منها بعد عملية التنظيف، وإيه هي طرق التنظيف المختلفة. ما هل يكون التنظيف هيكون في نفس المكان؟ هل هيكون التنظيف يدوي؟ هل هيكون التنظيف خارج المكان؟ الكلام ده كله هياخده كمهارات عملية، حتى لو هي ما اتاحش لينا ان هو في المعمل ان احنا نشوف الحاجات دي، بنيجي نعمل زيارات للمصانع ونبتدي نشوف حاجات زي كده، ونبتدي يكتبوا تقارير على اللي هم شافوه وعلى اي سلبيات او ايجابيات بيلاقوها في الشروط الصحيه، وبالتالي طالب التصنيع الغذائي بيبقى عنده خلفيه كويسه جدا عن الاشتراطات الصحيه في والممارسات التصنيعيه الجيده داخل المصنع. في حاجه كمان ان هو المفروض، شوفوا الصوره دي كده عندك اهو في المصنع، في آلية التنظيف اليدوي، في طريقة لعملية التنظيف اليدوي بتتم جوه المصنع زي ما انتم شايفين كده. في برضو عندنا مثلا الصورة الثانية عندنا التنظيف في نفس المكان، ده اللي هي الكلين ان بليس، يعني بينظف في نفس المكان، بتبقى في دورة بتشتغل بمدة معينة، بيعمل عملية التنظيف بتبقى مغلقة، دورة مغلقة للأجهزة والأدوات اللي انت ما تقدرش تفكها، فدي بيتعمل لها التنظيف في نفس المكان. في عندك اللي هو نموذج
ده النموذج اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هو نموذج تنظيف وتطهير المعدات والادوات. بيبقى برنامج معمول بيتكتب في الجدول ده، العامل المختص بالتنظيف والتطهير بيعرف اسمه ايه، بعد كده بيعرف النوع المراد تنظيف وتطهيره، لو كان هينظف ادوات او هينظف معدات بيتكتب. تالت حاجه بيشوف الماده الكيميائيه المستخدمه في التنظيف والتطهير، ايه نوع الماده اللي هنديها له علشان يعمل عمليه التنظيف، وقت التنظيف والتطهير هينظف امتى، الوقت اللي هينظف فيه، مكان اجراء التنظيف بيبقى عارف مكانه فين. العمليه مش ماشيه كده، لا ده في برنامج العامل بتاع النظافه بيبقى داخل وعارف هو هياخد ايه وهينظف ايه ومكان التنظيف فين. وكمان بيشوف البرنامج المستخدم في التنظيف، ايه هو البرنامج اللي هنعمله، والاحتياطات الواجبة في اثناء التنظيف والتطهير، هعمل ايه، لازم اخد بالي من ايه، والوقت المطلوب للتنظيف، مش هقعد طول الوقت انظف، لا ده انا هربطه بزمن. عشان كده بقول الانسان لما يربط نفسه بزمن هيأدي المهمة بطريقة صحيحة. وبعد كده بيبقى فيه توقيع المسؤول او المشرف. طيب المعارف ان المفروض الطالب يعرفها في هذه الوحده معارف كتيره جدا، ايه هي؟ اول حاجه الممارسات الجيده لضمان الحصول على غذاء امن في المصانع، واماكن تقديم الطعام، ومنافذ البيع، والمخازن. طبعا الممارسات الجيده بنعرف الطالب لما بيكون داخل جوه المصنع الحاجات اللي بيبتدي يعملها اوتوماتيك، يعني مثلا غسيل اليدين، طريقه غسيل اليدين ليها طريقة معينة، انت مش هتغسل ايديك كده، لا ده انت لازم بتغسل بطريقة معينة، بتتخلل المادة اللي بتنضف بيها ايدك كويس، وبعد كده عملية التجفيف، وبعد كده لازم تبقى لابس كل الادوات بتاعتك، الملابس الخاصة ان انت هتدخل صالة التصنيع، هتلبس ايه، هتلبس الطاقية بتاعتك، هتلبس الجوانتيات، هتلبس الحذاء الخاص بالتصنيع، كل دي هتبقى ليك دولاب معين، دولاب متنضف، تبقى عارف انت هتحط حاجتك فين وهتاخدها فين. العملية مش ماشية كده بأي كلام، لا العملية ماشية بنظام محدد، طالما انت شغال في مصنع يبقى لازم المصنع ده يمشي بطريقة صحيحة، لازم يكون في ممارسات صحية وفي شؤون صحية ممتازة عشان خاطر الطالب، يبقى جودة المنتج يبقى كويسة. برضو في أماكن تقديم الطعام هتعرف المفروض ايه هي المواصفات اللي المفروض الطالب يعرفها، أماكن تقديم الطعام لما تيجي تدخل في مطعم ولا حاجة المفروض الترابيزة تبقى شكلها عامل ازاي، طريقة التقديم بتكون ازاي، المطبخ بيكون بعيد عن الصالات، يبقى الإضاءة موجودة ازاي، كل دي بتبقى عامل جذب. كمان هنقول حاجات كتيرة جدا، هنتكلم في الجزئية دي عن الاشتراطات الموجودة في المحلات بتاعت المجازر، المجزر، المفروض الراجل اللي بيبيع اللحمة، المفروض المحل بتاع الجزارة ده يبقى ايه المواصفات بتاعته، المحل المفروض يكون موجود فين، يكون بعيد عن ايه، يكون في ايه، يكون مفهوش طريقة التخلص من الفضلات الناتجة عن اللحوم ازاي، خصوصا لو كانت محلات لحوم او محلات دواجن. كل دي هنعرف الاشتراطات الصحية، وهنعرف ايه هي المفروض، ايه هي الشروط الموجود موجود فيها، المفروض موجود فيها هذا. كذلك في حاجة كمان لابد ان الطالب لا نعرف معناها ايه الشهادة الصحية. الشهادة الصحية ان هي شهادة بتدي للعاملين اللي بيشتغلوا في المصانع بتثبت خلوهم من الامراض المعدية. لازم اللي بيدخل المصنع هو بيتعامل مع غذاء، طالما بيتعامل مع غذاء يبقى لازم يبقى عنده شهادة صحية. شهادة صحية كل فترة بيبتدي يتعمل تحاليل لهؤلاء العمال في كل حاجة، يقيس درجة الحرارة، يقيس تحاليل الدم، الكلام ده بيتعمل بصفة دورية علشان خاطر يبقى الغذاء اللي هو بيتعامل مع أكل، وبالتالي الغذاء اللي عندنا يكون آمن للمستهلك وما يحصلش أي حاجة. برضو حاجات تانية من ضمن الحاجات اللي هو القرارات الوزارية بشأن الاشتراطات الصحية، لابد ان احنا برضو بنديك نبذة بسيطة كده عن اهم القرارات الوزارية بحيث ان انت تبقى عارف برضو انت ماشي ازاي. من ضمن الحاجات برضو اللي المفروض اللي هي الشهادة الصحية وكيفية استخراجها واللي هي القرارات الوزارية، في عندك اللي هو هندخل على الوحدة الرابعة. طب الوحدة الرابعة دي فيها ايه؟ دلوقتي احنا خدنا 3 وحدات، الوحدة الاولى والوحدة التانية والوحدة التالتة، دي بيتاخدوا في الفصل الدراسي الاول. في عندك من اول الوحدة الرابعة والوحدة الخامسة والوحدة السادسة، دي بيتاخدوا في الفصل الدراسي الثاني. انا عايزة بس اقول انوه لحاجة، ان طريقة الاسئلة بتيجي في الامتحان بتيجي سهلة اوي، ما فيهاش اي حاجة، معظمها بيجي اسئلة بتعتمد على الفهم، زي مثلا اختار الاجابة الصحيحة، ضع علامة صح وغلط. الأسئلة المقالية بتكون قليلة جدا بحيث ان انت بتبقى المادة فهضمها كويس قوي.
الوحده الاولى وحده سريه قوي بالمعلومات، خصوصا بتاع الغذاء والتغذيه، خصوصا الفيتامينات والاملاح المعدنيه. هيبقى في عندك كده جدول كويس، هتعرف الفيتامين انواع الفيتامينات ايه، يعني مثلا عندك فيتامينات دايبه في الدهن، وفي فيتامينات دايبه في الميه، هتعرف انواع الفيتامينات دي ايه، وهتشوف الفيتامين ده موجود فين، وموجود لو نقص يحصل ايه، الحاجات دي. فانت هيبقى عندك خبره جميله وكويسه جدا بالحته دي، الجزئيه دي بالذات. وامراض سوء التغذيه برضو هتبقى عارف ايه هي انواع امراض سوء التغذيه، وانواع الانيميا، وانواع الانيميا الوراثيه دي هتاخدها في الجزء الاولاني كله. الجزء الاولاني جزء جميل جدا، وماده الطلبه كلها بيحبوها علشان بتمس الحياه. طيب الوحده الرابعه، الوحده الرابعه هيكون فيها ايه؟ اول حاجه في الوحده الرابعه، أهداف الوحدة، لازم يكون الطالب قادر على أول حاجة معرفة الطرق المثلى للحفظ بالتجميد. طبعا إحنا في طرق كتيرة للحفظ، في عندنا نوعين من أنواع الحفظ، في عندنا الحفظ بالتبريد، وفي عندنا الحفظ بالتجميد. إحنا في الوحدة دي هنتكلم عن التبريد وعن التجميد. لازم الطالب يكون في الوحدة دي يعرف الطرق المثلى للحفظ بالتجميد، يعرف يعني إيه هي أنواع التجميد، في نوع من التجميد السريع، في نوع من التجميد البطيء، ايه مميزات كل واحد فيهم، ازاي هو لما يجمد ماده غذائيه خصوصا في المصانع، ايه هي الشروط الواجب اتباعها عشان تجمد هذا المنتج بطريقه صحيحه، وازاي لما بتيجي تجمد ازاي بتخزن بالتجميد ايه ازاي، وايه هي شروط التخزين. ولازم لما تشوف عيب من عيوب التجميد تعرف الخطأ اللي وقعت فيه. الكلام ده لما احنا بنجيب للطالب نماذج مثلا قطعه دجاج بيبقى فيها عليها حرق كده، لون اللحمه متغير، او في بقع مثلا بنيه، ما اجي اقول للطالب ده ايه، الطالب يقول لي دي حروق تجميد. طب الحرق ده حصل ليه؟ اكيد انت ما غلفتش الماده الغذائيه كويس وانت بتحطها. هاجي برضو حاجه تانيه، اما نيجي نجمد بسله مثلا، الطالب بيجمد بسله حطيناها في التجميد، بعد شوية أو بعد فترة باجي أطلع كيس بتاع البسلة ده، بصيت لقيت لونه بني، لونه وحش مش لونه أخضر، واحد تاني عمل البسلة بطريقة وجمدها بطريقة سليمة، عارف إيه؟ أقول له إيه الخطأ اللي أنت وقعت فيه؟ أكيد أنت عملت حاجة غلط، شوف زميلك عمل إيه، وبيقارن النتائج ببعضهم. واحد يقول له انا جمدت بالطريقه الفلانيه بس ما سلقتش البسله 5 دقائق قبل ما اعبيها واحطها في التجميد، تاني قال له لا ده انت المفروض تعامل البسله معامله حراريه بالميه او بالبخار، وبعد كده تبتدي تحطها في الكيس بتاعك، وبعد كده بتحطها في التجميد، انت كده قتلت الانزيمات المغيره للون، عشان كده تبص تلاقي لون البسله خضراء لم تتجمد بطريقه سليمه. برضه من ضمن الحاجات اللي المفروض الطالب يعرفها اللي هي معرفة سوائل التبريد ودورة التبريد. طبعا في هتاخد يعني تعريف كامل لعملية التبريد، وهنقول طبعا ان التبريد هنفرق بينها وبين عملية التجميد، ان احنا هنقول ان التبريد دي تعتبر من وسيلة حفظ مؤقتة وليست مستديمة. ليه مؤقتة؟ لان هو بيقلل عوامل الفساد، لما تحط الحاجة في التلاجة بتقلل لك عوامل الفساد بس ايه ما بتموتهاش، لكن لما يقول لك التجميد لا، التجميد لا ده بيوقف عوامل الفساد، وبالتالي المادة الغذائية لما بتيجي تقعد معاك بتقعد معاك فترة طويلة بدون ان هي ما يحصل لها اي نوع من انواع الفساد. يبقى اما اجي اقول لك التبريد ايه؟ التبريد وسيلة حفظ مؤقتة، انما التجميد يعتبر ايه؟ وسيلة حفظ مستديمة. هتاخد دورة التبريد في التلاجة، وهتاخد ايه هي انواع سوائل التبريد، وايه هي الشروط الواجب توفرها في سائل التبريد. سائل التبريد اللي في التلاجة احنا عندنا انواع كتيرة من سوائل التبريد، هتاخد خصائص الفريون وانواع الفريون، الامونيا، ثاني اكسيد الكربون، كل دي تعتبر سوائل تبريد. طب ايه هي الخصائص بتاعتها وهي الصفات بتاعتها، يعني لما نيجي نقول السائل لابد انها رائحته ما بيكونش سام، ما يبقاش في التلاجة غاز سام بحيث لو حصل اي تسريب يأثر يموت اللي حواليك، لا طبعا. لازم انخفاض الحرارة، ارتفاع الحرارة الكامنة للتبخير بتاعته، انخفاض درجة غليانه، انخفاض درجة تجمده، كل دي خصائص المفروض الطالب يعرفها. ما يتفاعلش مع معدن التلاجة، السائل بيكون جوه التلاجة ما يتفاعلش معاها، يمكن الكشف عليها على طول بحيث لو حصل تسريب تعرف تكشف مكان التسريب فين. طبعا هناخد كمان في غير سوائل التبريد هناخد نظم التبريد،
اللي هو نوعين، ان هناخد نظامين اللي هو نظام الكبس ونظام الامتصاص. ده هيكون في الثلاجة، وهيبقى هتبقى برسمة مبسطة كده، وهيبقى تدريب عملي بحيث ان انت هتشوف الكلام ده. نجيب ثلاجة كده وهتشوف الدورة بتمشي ازاي علشان خاطر تبقى انت فاهم بيحصل ايه. برضو من ضمن الحاجات اللي في التبريد بعد في دورة التدريب في الثلاجة، بتعرف برضو مواد العزل في الثلاجة. ده دلوقتي عشان التلاجة ما يطلعش منها الحرارة بره، في مواد عازلة. ايه هي المواد العازلة اللي ممكن استخدمها في التلاجات؟ والمواد العازلة دي ايه هي شروطها؟ اللي ما تكونش هيجروسكوبية، ما تمصش رطوبة، ما تكونش قابلة للاحتراق، ما تكونش مكان لتكاثر الحشرات. الكلام ده كله هتاخده بالتفصيل في الجزء الخاص بدورة التبريد ونظم التبريد وأساليب التبريد ووسائل التبريد. وسائل التبريد زي عندك ايه؟ التلج الجاف. يعني ايه تلج جاف؟ اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة. ازاي هو ازاي يعني ايه مخاليط مبردة؟ يعني ايه سوائل تبريد؟ كل دي هتبقى دراسه شيقه جدا، هتفهمك حاجات كتيره قوي. برضو من ضمن الحاجات اللي هو حفظ وتداول الاغذيه المجمده بطريقه سليمه. انت دلوقتي لما بتيجي تعمل تتداول المواد الغذائيه المجمده لابد انها تكون بطريقه سليمه. ما تيجي تحط المواد الغذائيه المجمده ما تحطش يعني تخصص لها ثلاجات خاصه، يعني ثلاجه تجميد الخضر والفاكهه تحطها بعيد عن تجميد الثوم. ما تجيش انت تجمد فراوله وتحط معاها ثوم. طبعا لازم كل حاجه تبعد عن التاني، يعني ثلاجات خاصه بيها علشان ما يحصلش ان المواد الغذائيه تبتدي تاخد الريحه من بعضها. برضو لابد ان الماده الغذائيه خصوصا في عمليات التجميد عشان تبقى مظبوطه لابد التعبئه والتغليف الجيد. التعبئه والتغليف الجيد ده مهم جدا بحيث عشان ما يصابش الماده الغذائيه باي نوع من الاضرار اللي معروفه. من ضمن الحاجات برضو المهارات المفروض الطالب يعرفها يحفظ الخضروات الورقية بالتبريد. احنا خدنا دلوقتي حاجتين، خدنا قلنا هتتكلم او هتدرس عملية التجميد بطريقة صحيحة وعملية التبريد. عملية التبريد انت يدوبك بتعمل عملية تجهيز للأدوات بتاعتك، تجهيز للخضار اللي انت عايز تعمله عملية تبريد، وبتعمل عملية الغسيل الكويس ليه والتنظيف والتقشير، وبعد كده بيبتدي يتعبى في العبوات المناسبة ليها، وبعد كده بيطرد في التلاجة. بس دي تعتبر وسيلة حفظ مؤقتة وليست وسيلة حفظ مستديمة. برضو من ضمن الحاجات اللي هناخدها يجهز ويجمد البسلة الخضراء ويحسب نسبة التصافي. البسلة الخضراء دي او اي حاجه خضرة زي الفاصوليا الباميه الكلام ده كله هيعرف الطالب ازاي يعملها في المعمل، ان هو ازاي يجمدها. واحنا هنعرفه السر ان نخلي الماده الغذائيه بتتجمد من غير ما بيحصل لها اي تغيير، وبتحافظ على جودتها فتره طويله جدا بدون ان يحدث الفساد. انت دلوقتي عندك البسله، عندك الفاصوليا، عندك الباميه، بتيجي تعمل عملية التجهيز كويس جدا، بتحضر الأدوات بتاعتك الأول اللي هتشتغل بيها السكاكين والحاجات، وبعد كده تبتدي تجهز وتبتدي تشيل، يعني لو كان عندك البسلة تشيل الشوائب بتاعتها والكلام ده، وتبتدي تاخد البسلة وتغلي مية، والمية دي تبتدي تحط البسلة فيها لمدة 3-4 دقايق تغلي، وبعد كده بنصفيها، وبعد كده بتتعبى في الاكياس، وبعد كده تتحط فين؟ تتحط في الفريزر. طب سبب السلق هو ده السر اللي بيخلي الماده الغذائيه بتفضل خضراء. ايه هي؟ ان انت لما بتيجي تعمل عمليه سلق بتقضي على الانزيمات المغيره للون، وبالتالي بتخلي البسله ممتازه ولونها كويس. والكلام ده بينطبق على ايه؟ ينطبق على الباميه، بينطبق على الفاصوليا. الحاجات الخضراء كلها ممكن ان انت تحفظها بالطريقه دي. طيب في حد تاني يقول لي طيب بالنسبه للملوخيه، الحاجات الورقيه، الحاجات الورقيه سهله جدا. بالنسبه للملوخيه بالذات اما بنيجي ناخد الملوخيه على طول بتتغسل الاقدام بتاعتها وتبتدي تتقرطف زي ما بيقولوا، وبعد كده بناخدها وبنحطها على الشاش. ممكن تتعمل بحاجتين، اما ان انت تاخد الملوخيه وهي بالشاش وتغمرها في ميه مغليه لمده نص دقيقه وتطلعها على طول، او ان انت تعرض الملوخيه اللي بالشاش دي تعرضها لبخار لمده دقيقه. بخار مغلي يعني ميه بتغلي كده وفي البخار الطالع منها، تبتدي تعرض الشاش اللي فيها الملوخيه فيها. طب واحد هيقول لي طب انا دلوقتي انا بعمل الكلام ده ليه؟
ليه بعمل الكلام ده؟ ده لما بتيجي تجفف الملوخيه مش تجمدها، معلش، تجفف الملوخيه مش تجمدها، لما تيجي تجفف الملوخيه اعملها بالطريقه دي، هنقولها كمان شويه. طب هتقولي ليه احنا بنسلق، يعني ليه بنعمل عمليه اللي هي الغمر في الميه دي؟ الغمر في الميه ده بيخلي الملوخيه ما تكتسبش طعم القش، عشان لما تيجي تجففها وتنشرها وتتجفف ما تجيش تقول ايه ده قش، ده مش ملوخيه. لكن لما تعمل الخطوه دي هتبص تلاقي الملوخيه بتكتسب طعم جميل جدا، وان شاء الله هنجي لها كمان شويه في الشريحه اللي بعد كده. برضو لازم ان احنا نعرف نسبه التصافي، نحسب نسبه التصافي. الطالب ازاي يعرف يحسب نسبه التصافي؟ ازاي يحسب البسله قبل ما تيجي كلها مع بعضها، وبعد ما اتقشرت، وبعد ما اتجمدت وتعبت، كل ده بيحسب اوزان وبيحسب نسبه التصافي، ويشوف العمليه دي عشان يعرف هو هيحقق هامش ربح ولا لا. ما انت بتعد طالب مهاري، انت بتعد طالب مهاري، يعني الطالب ده هيروح سوق العمل بعد كده، هيعمل مشروع صغير، فلازم ان هو يلم بهذا الجزء الخاص في التصنيع الغذائي. برضه من ضمن الحاجات اللي هو يعملها ان هو يجمد العصائر زي عصائر الفراوله والمانجا والمشمش والبرتقال، الكلام ده ليه اسلوب في التجميد، ازاي يجهز المواد الغذائيه، ازاي يعني مثلا حاجه زي المشمش، لما يجي يجمد عصير مشمش هو مش هياخد النواه ويشيلها ويبتدي يعصرها ويبتدي يشيل في التجميد، لا مش هيعمل كده، لان لو عمل كده المشمش هيبقى لونه غامق جدا. في حاجتين ممكن يعملها، ممكن ان انت تسلق المشمش. هتقولي يعني ازاي اسلق المشمش؟ بالبخار، بيتسلق بالبخار، المشمش بيتسلق بالبخار، وبالتالي انت بتقضي على الانزيمات المغيره للون. او في حاجه تانية، ان ساعات المشمش بيتعمل له حاجه اسمها عمليه كبرطه. كلمه الكبرطه ان انت بتحط المشمش في محلول من ماده، محلول ميتا كبريتات صوديوم. ميتا كبريتات صوديوم دي ليها وظيفه حلوه جدا، اللي هي بتعمل حاجه اسمها اختزال للون. اختزال اللون زي ايه؟ زي ما انت كده بتيجي مثلا في رمضان، ما بتيجي في رمضان بتلاقي قمر الدين لونه فاتح وجميل، انت لو عملته في البيت عندك هتبص تلاقي لونه غامق، لو مثلا عملت زبيب عندك في البيت تلاقي لونه مسود. طيب ليه؟ اشمعنى اللي في السوق بيبقى لونه فاتح؟ لان بيتعمل له حاجه اسمها عمليه ايه؟ عمليه الكبرطه. عمليه الكبرطه ان انت اما بتغمر في محلول ميتا كبريتات صوديوم، او ان انت بتعرض الثمار الفاكهه او الخضر لغاز ثاني اكسيد الكبريت. الماده دي ليها قدره حلوه قوي على اختزال اللون. انت بعد كده بعد ما بتاخدها بتبتدي تاخد الثمار دي وتبتدي تعمل لها عمليه ايه؟ خلط او عصر. بعد ما بيتخلط ويتعصر بيبتدي تعمل عمليه التصفيه او الترشيح، بحيث ان انت تاخد بعد كده العصير ويتم حفظه بطريقه مناسبه. الكلام ده احنا بنعمله في المعامل عندنا، والطلبه بتتدرب ويبقوا مبسوطين جدا هم بيشتغلوا الكلام ده بايديهم، لانهم بيحسوا ان هم فعلا اتعلموا حاجه. طبعا احنا لما بنيجي نعمل الجزئيه دي بنشوف الفاكهه المتاحه في الوقت ده، وبناء عليه بنبتدي نشتغل وبنعمل العصائر المختلفه ونبتدي نعمل عمليه التجميد، وخصوصا بنعمل تجميد البلب بتاع اللحم بتاع المانجا. المانجا ازاي بيتم اعدادها، وان احنا بناخد الجزء اللحمي بتاعها ونبتدي نجهزه ونحطه ونعبيه ويبتدي يتجمد علشان لحين الاستهلاك، او عشان نعمل منه عصير او اي نوع من انواع المنتجات. في برضو الحاجه اللي اقول عليها ان احنا بنحكم على جوده الاغذيه، لازم برضو احنا نبقى عارفين الطالب ازاي يحكم على جوده الغذاء. جوده الغذاء طبعا اللي هي عبارة عن إنه بيشوف اللون والطعم والرائحة والقوام، اللون والطعم والرائحة والقوام، والكلام ده لما بيجي يشوفه طبعا بيستخدم الحواس بتاعته، حاسة الشم، حاسة التذوق، حاسة النظر، كل دي حاجات هتحكم على جودة. وبيعمل زي جدول ويبتدي مثلا اللون ممكن بياخد كم من 10، الطعم بياخد كم من 10، الرائحة، اللزوجة، القوام، الكلام ده كله الطالب بيشوفه بعد ما بيعمل المنتج الغذائي بتاعه. المعارف بقى اللي بتخدم المهارات دي زي ما قلتها من قيمة شوية، في عندك أول حاجة نظرية التبريد، قلنا عن نظرية إيه؟ نظام الكبس والامتصاص، وهنعرف غازات وسوائل التبريد اللي أنا قلت لكم من قيمة شوية، زي الأمونيا والفريون هناخد الخواص بتاعتها، وثاني أكسيد الكربون، وبرضه هناخد دورة التبريد في التلاجة المنزلية ازاي بتتم وازاي بتحصل.
برضو الحاجات اللي المفروض الطالب هيعرفها، هيعرف الخطوات العامة لعملية التبريد وتجميد الأغذية. واحنا انا قلت لكم قبل كده ان عملية التبريد دي وسيلة مؤقتة، ولكن التجميد وسيلة مستديمة. الفرق بين التبريد والتجميد حاجة واحدة، ان التجميد لازم المادة الغذائية يحصل لها عملية سلق عشان انت هتحفظها جوه الفريزر فترة طويلة، فلازم تخلي بالك من الحته دي كويس. انما التبريد عمرك ما هتعمل خطوه السلق دي خالص، لانك هتحط في الثلاجه على طول. في حاجه اسمها التغيرات التي تطرأ على الاغذيه المبرده والمجمده، والفرق بين التجميد السريع والتجميد البطيء. طبعا جزئيه خاصه اللي هي بتاعت التغيرات اللي بتطرأ على الاغذيه المجمده والمبرده، والمجمده دي ده جزء هتاخده جزء جميل جدا برضو. والفرق بين التجميد السريع والتجميد البطيء، ازاي انت لما بتشوف ماده غذائيه كده عندك تعرف دي اتجمدت تجميد سريع ودي تجميد بطيء؟ بص تلاقي ان المادة الغذائية اللي اتجمدت تجميد بطيء تبص تلاقي حجمها كبير كلها تلج. الحاجة اللي اتجمدت تجميد سريع هتبص تلاقي بتاخد نفس الشكل، يعني انت جمدت فرخة هتطلع فرخة زي ما هي. بالنسبة للتانية البطيء لو جمدت فرخة هتلاقيها بقت دي كرومي. ليه؟ لأن نسبة الرطوبة فيها عالية. حصل ايه؟ حصل ان بلورات التلج في التبريد البطيء، في التجميد البطيء، بلورات التلج هتلاقيها كبيرة وغير منتظمة وبتكسر خارج النسيج فبيخرج السائل ويتجمد. إنما بالنسبة للتجميد السريع هتبص تلاقي بلورات التلج تلاقيها منتظمة وهتلاقيها داخل النسيج عشان كده ما تطلعش بره، وتبص تلاقي المادة الغذائية بتحتفظ بشكلها. هتلاقي التجميد البطيء هياخد فترة طويلة، إنما التجميد السريع ممكن ياخد نص ساعة بس وتبص تلاقي الحاجة اتجمدت معاك. التجميد البطيء لما بتيجي تعمل عملية صهر للمادة الغذائية هتلاقي نسبة السائل المنفصل اللي بنقول عليه كلمة دريب، الدريب اللي هو السائل المنفصل بعد انصهار المادة الغذائية. الدريب ده خصوصا في اللحوم مهم جدا، ده بيحتوي على معظم العناصر المعدنية بتاعت اللحمة. طب انت الدريب لو جيت مسكت اللحمة كده ونزلت الدريب بتاعها، طب انت هتاكل هتيجي تطبخ اللحمة بعد كده هتلاقي قيمتها الغذائية ما فيهاش خالص. لكن التجميد السريع هتبص تلاقي كمية الدريب أو كمية السائل المنفصل هتبص تلاقيها كميتها قليلة، وبالتالي تحتفظ المادة الغذائية بالقيمة الغذائية. التجميد السريع البطيء تبص تلاقي قد يحدث تغيرات وقد يحدث نوع من أنواع الفساد قد، لكن التجميد السريع استحالة، لأن هتبص تلاقي المادة الغذائية بتحتفظ بقوامها بتحتفظ بطعمها أكنها بالظبط فريش. برضه لازم هنعرف الفرق بين درجات الحرارة في التجميد البطيء والتجميد السريع. التجميد البطيء من سالب 20 لسالب 10 لسالب 20 درجة مئوية، في التجميد السريع من سالب 40 لسالب 50. الكلام ده كله هيتاخد وبيتاخد في صورة علل. يعني مثلا اجي اقول لك علل يفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء، فتبقى انت عارف الاساس العلمي بتاعه، ولما انت من واقع رؤيتك لحاجة تجمد التجميد سريع وتجميد بطيء من واقع رؤيتك هتعرف بالظبط ايه هي العيوب. طيب في حاجة كمان عايز أقولها، الاشتراطات الصحية الواجب مراعاتها عند تخزين وتداول الأغذية المجمدة. دلوقتي أنت دلوقتي ما بتيجي تجمد بتجمد صح، أنت جمدت حاجة على سالب 40 سالب 50، إما تيجي تخزنها لا يمكن هتخزنها على سالب 50، لأنك أنت لو خزنتها على هذه الدرجة هيحدث تدهور كامل للمادة الغذائية. لازم في طريقة لعملية تخزين. لازم أول حاجة التلاجات او الديفريزرات اللي بتخزن فيها كل حاجه صنف لوحده، هتخزن الخضار لوحده، هتخزن الفاكهه لوحدها، هتخزن ايه، هتخزن الحاجات اللي زي التوم والحاجات دي لوحدها. تاني حاجه لازم تكون الديفريزرات نظيفه قبل ما بتيجي تحط فيها اي حاجه، لازم في برنامج لنظافه الديفريزرات دي بحيث انها تكون ممتازه، بحيث ان انت تحط الحاجه فيها وانت مطمئن تماما. برضو طريقه الرص تبقى طريقه الرص طريقه مظبوطه، ترص من يعني الحاجه اللي تيجي الاول تترص فوق والحاجه تحت، ولما تيجي تسحب تسحب من تحت لفوق، يعني اللي اتحط اول واحد هو ده اللي يتسحب علشان خاطر يتم الاستهلاك. لما تيجي انت في غرف تجميد او غرف تبريد تبص تلاقي لابد ان الهواء سرعه الهواء ودرجه حراره الهواء تكون محسوبه بطريقه صح ومظبطه. طريقه لما تضع الديب فريزرات او تضع المواد الغذائيه المجمده لابد ان يكون في مسافات تعرف تراقب، لابد ما يكونش في تذبذب في درجات الحراره، ما يجيش التيار الكهربي فصل يبقى يقفل الديب فريزر حاجه تسيح بعد كده يتجمد مره ثانيه. فالواحد لازم ياخد باله جدا من حاجه زي كده. طبعا
انا بقول لكم الكلام الجميل ده لان فعلا دي حاجات هتمسكوا قوي وهتمس الواقع بعد كده. بعد كده ان شاء الله هتكونوا استفدتوا جدا، مجرد ان المنهج يخلص هتكون عندك حاجه متكامله للمنهج هتفيدك تماما. اتمنى من اعزائي الطلبه يكونوا استفادوا بالحلقه دي وعرفوا يعني ايه ماده الصناعات الغذائيه. على امل اللقاء بكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.